حديث الساعة كالعادة مع نعيمة دسولي نجاح. مرحبا بك نعيمة. لا سهل وبيك عايشك شهاب وبنجم وبمستمعي الإذاعة الوطنية. شنو يحكي والتوينسة اليوم؟ يحكي على صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية اللي باش تكون إن شاء الله نهار 6 أكتوبر الجاي. من اللي صدر الأمر الرئاسي وخرج في صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية التونسية والناس الكل تحكي على الانتخابات، على هذيك اليوم باش نخلصوا لها حيز زمني طويل شوية مقارنة بالفقرات المرات السابقة كنا نقسموا المواضيع. وفي ضيف البرنامج اليوم باش نحكيوا على حرائق الغابات. مع فصل الصيف تكثر الحرائق هذية وغاباتنا مهدة الحقيقة بالحكاية هذية، خاصة وقت اللي يطلع في غالب الأحيان تقرير وتطلع الحكاية بفعل فاعل، هاي سيجارة، هاي أي حاجة معناها تكون هي تشعيل النار. على ذلك باش يكون ضيفنا في الجزء الثاني من البرنامج سي نوفل بن حاحة المدير العام الغابات. هذا هو، هذه هي مواضيعنا اللي باش نتابعوها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. كيف ما قلنا في البداية، حديث التوينسة الكل من البارح في الليل من اللي يصدر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية نهار 6 أكتوبر. الناس الكل تحكي على الانتخابات هذية اللي باش تكون بعد تقريبا 3 أشهر من توا. بعدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنه هي باش تعلن على الرزنامة متاع الانتخابات هذية باش يكون غدوة إن شاء الله العشية. معنا عبر الهاتف السي أيمن بوغطاس وعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سي أيمن صباح النور. صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بجميع متابعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا سي أيمن على تلبية الدعوة. طبعا نشاط غير عادي، خاصة بعد صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024. حطنا في الإطار تفاعلا مع هيئة الانتخابات، تفاعلها مع هذا الأمر. شكرا، يعطيك الصحة. كما قلت، هو الحدث هو صدور الأمر عن سيد رئيس الجمهورية، أمر دعوة الناخبين اللي بمقتضى الأمر هذا تحدد رسميا إن شاء الله موعد الانتخابات باش يكون في 6 أكتوبر، وهذا يجي تطبيقا لمقتضى الدستور والقانون الانتخابي. نعرف كونه كما سبق أنه علمنا عليه وقلناه، كونه الانتخابات الرئاسية عكس انتخابات أخرى موعدها معلوم وموعدها دوري، تصير في 3 أشهر الأخيرة لانتهاء العهد الرئاسية اللي هي بش تكون في نهايتها يوم 22 أكتوبر. قبل 3 شهور من موعد الانتخابات القانون اقتضى صدور أمر دعوة الناخبين. اليوم البارح صدر الأمر يكون في الأجل القانونية، يعني قبل 3 شهور من 6 أكتوبر. بطبيعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي اعطاها القانون الولاية العامة لتنظيم الانتخابات هذه، ما بقيناش نستناو صدور الأمر كما تتابعوا على مستوى نشاط الهيئة اللي يصدر تباعا في الموقع الرسمي وفي الصفحة الرسمية للهيئة. من مدة الحقيقة بدينا في الإعداد اللوجستي والمادي والترتيبي للموعد هذا بخصوص قرار الترشح وقرار تمويل الحملة الانتخابية، قرار التغطية الإعلامية لجميع الفترة الانتخابية، الرزنامة، يعني الجانب اللوجستي، المكاتب، الأعوان. بدينا من مدة في عملية التحيين عن بعد أو بمقر الهيئة الفرعية. توا كيف تحدد الموعد الرسمي إن شاء الله غدوة باش تكون عنا ندوة صحفية 7 مساء بمقر الهيئة بالقصبة بتونس العاصمة. باش تكون ندوة صحفية بطبيعة مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، باش نقدموا فيها، باش تكون على إثر انعقاد المجلس، بل باش تكون مسبوقة بانعقاد المجلس، المسابقة الرسمية على القرار المتعلق بتلقيح القرار المتعلق بقواعد وإجراء الترشح للانتخابات الرئاسية اللي هو القرار عدد 18 لسنة 2014، وكذلك المسابقة على الرزنامة الرسمية. باش نقولوا رزنامة رسمية، باش ناخذوا المرجع متاعنا هو تاريخ 6 أكتوبر يوم الاقتراع، وباش نحدوا تباعا فترة قبول الترشحات اللي هي الفترة الأولى لقبول الترشحات، تانيها فترة الطعون
على إثر صدور النتائج الأولية للترشحات، بعدها نمروا إلى فترة الحملة الانتخابية حتى لنوصلوا ليوم الاقتراع. مع ملاحظة صغيرة، كونوا بالنسبة للاقتراع في تونس في الجمهورية داخل تراب الجمهورية التونسية بيكون في يوم واحد اللي هو 6 أكتوبر، بالنسبة للتوانسة المقيمين خارج حدود الوطن في بطبيعة المكاتب الاقتراع بالخارج اللي هي معلومة وبش يتم تحديدها أكثر وكل عليها بيكون مدة 3 أيام، يعني بيكون 4-5-6 أكتوبر. وتقديم الترشحات وقتاش؟ مبدئيا في انتظار غدوة صادق وعروزناه منعنا عليها بتواريخ الرسمية بش يكون مبدئيا في نهاية شهر جويلية، بداية قبول الترشحات من نهاية شهر جويلية بداية شهر أوت بش تكون هذيك الفترة اللي معنية بتقديم الترشحات. سي أيمن، بعد أنك صديقنا نجم الدين العكاري محلل الحصة في تفاعل معك. صباح الخير سي أيمن. ثم سؤال اللي هو فيه جدل وحديث كبير برشا، هو الشروط اللي باش تتوفر في المترشحين. الهيئة كانت ناقشت الموضوع هذايا وتحدثت على بعض الشروط اللي معلومة تولات توا، اللي هي السن الأدنى اللي هي 40 سنة، الجنسية التونسية للمترشح والأب والجد، وعدم قبول من له جنسية مزدوجة، وأيضا الاستظهار ببطاقة عدد 3، بطاقة السوابق العادية. وثانيا هي التمويل، هل في التمويل ثم حد أقصى؟ بالضبط. نجاوبك على سؤالك الأخير، التمويل هو في كل استحقاق انتخابي فما تمويل. أول حاجة نتفق كونه ما عادش فما تمويل عمومي كما صار في الانتخابات بالمجالس المحلية وقبلها الانتخابات التشريعية، يعني التمويل العمومي ما عادش موجود. اللي بشي يكون موجود فقط التمويل الخاص والتمويل الذاتي، يعني اليوم اللي بشي ترشح لرئاسة الجمهورية مطالب بتمويله الذاتي وتمويل خاص من أشخاص الطبيعي. يبقى في كل استحقاق انتخابي ثم سقف للتمويل، السقف هذا يتحدد بموجب أمر، يعني ننتظروا صدور كذلك أمر باش يحدد سقف تمويل الحملة الانتخابية في خصوص الانتخابات الرئاسية هذا بالقانون، كما صار في الانتخابات استحقاق الانتخابية الفارضة. في خصوص شروط الترشح، خنحط الأمور في إطار. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندها سلطة ترتيبية يعطيها لها القانون باش تنظم كل استحقاق انتخابي. بالنسبة للانتخابات الرئاسية ثم قرار قديم، والقرار عدد 18 صادر منذ 4 أوت 2014، يحدد قواعد وإجراءات وشروط الترشح. القرار هذا تخدم في 2014 على ضوء القانون الانتخابي اللي صدر في 2014. شو صار في الأثناء في 2022؟ ولا عنا دستور جديد. الدستور في الباب المتعلق بمنصب رئيس الجمهورية جاب شروط، عدة شروط. القانون الانتخابي 2014 يتحدث على شرط 35 سنة يعطي الإمكانية لحامل جنسية أخرى للترشح، وما هذا فقط ما كانش يحكي لا على حقوق مدنية وسياسية. دستور 2022 عدل في السن إلى 40 سنة، وأعطى ترشح ممكن يترشح لكل حامل جنسية تونسية دون سواها، لأب وأم وجد توانس الكل دون انقطاع، مع إضافة شرط جديد اللي هو التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. الهيئة قرارها موجود من 2014 كما قلنا على ضوء القانون الانتخابي 2014. القانون ما تنقحش في الأثناء، يعني إلى حد هذه الساعة القانون النافذ هو القانون الانتخابي لسنة 2014 على حاله. إيش بش يصير الهيئة كيف بش تخرج قرارها الترتيبي هذا؟ ما يكونش إنه القرار بش يبقى مطابق للقانون، هو القرار مطابق للقانون لكن هو مخالف للدستور. إذا كان بش نبقى بش نتحفظ على نفس القرار في تطابقه مع القانون، بش يكون القرار الترتيبي الهيئة هو قرار غير دستوري. يقولوا قرار غير دستوري هو قرار مخالف للدستور، ونعرف القواعد القانونية تحكمها الهرمية، فما الدستور، المعاهدات، القوانين الأساسية والعادية، ثم وصولا إلى القرارات. قرار ترتيبي هذا اللي يصدر عليه هو قرار إداري يلزم في تطابق مع النصوص الأعلى. الوضعية اللي عنا، النص اللي يعلو القرار الترتيبي هو القانون الانتخابي. القانون الانتخابي في شروط ما عادش مطابق للدستور،
وبالتالي انه الاسلم وهذا يكون مطابق للدستور. وهذا التوجه اللي مشيت فيه الهيئه والقراءه العامه للهيئه راهي ماهيش قراءه اعتباطيه او شخصيه، هي قراءه تحتكم لمصادر التشريع في تونس اللي هما اول نص واعلى نص في الدستور، وعملا بثقه قضاء المحكمه الاداريه. المحكمه الاداريه اليوم تنظر في دستوريه القرارات، والقاضي الاداري اليوم في غياب محكمة دستورية وفي غياب قاضي دستوري يتعهد بمراقبة دستورية القوانين. سي أيمن سمحني معذرة عن المقاطعة، حبيت نشوف شكون هما اللي ممنوعين الدوفيس، معناها اللي نجم يكون عنده آليا اللي عنده 40 سنة وتونسي الجنسية أب عن الأب والأم وعن على ثلاثة معناها، وشكون ينجم يكون هنا ممنوع من الترشح؟ شنية بالضبط شنية الحالات؟ سؤالك مهم برشا. هو الأصل في الأمور الإتاحة. يعني اليوم اللي يحب يترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو متاح للتوانسة الكل، لكن بشروط. كما قلت عمره 40 سنة، عنده جنسية تونسية دون سواها لأب ولأم ولجد توانسة دون انقطاع، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، إضافة لشروط أخرى مثل جمع التزكيات وتأمين مبلغ مالي. هذا هو الشروط، كي تتوفر في الشخص ويقدم الوثائق المتفق الشروط هذوما يتقبل المطلب نتاعو. وقتاش ينجم يترفض المطلب؟ وهذا ان شاء الله باش يكون في القرار. اما انه فما نقص في الوثائق، يعني يقدم مطلب ناقص في يعني يقدم مطلب اول حاجه خارج الاجل يترفض، يقدم مطلب في الاجل ناقص وثائق يترفض، يقدم مطلب ما يستجيبش للشروط. يعني اليوم ممكن الجدل اللي صار حول التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، يعني الأصل في الأشياء كما قلنا الإباحة والإتاحة، يعني الناس كل من المفروض متمتعة. امتين الإنسان ما يتمتعش بحقوقه المدنية والسياسية إما قانونا أو قضاء. إيش معنى قانون؟ نعرف أنه من شروط الترشح أن تكون عندك أول حاجة صفة الناخب، يعني تكون مسجل في السجل الانتخابي، هذيك أول شرط. مثلا ناخذوا الامنيين والعسكريين المباشرين ما عندهمش صفه الناخب. يعني بالتالي الامني والعسكري المباشر ما ينجمش يتقدم للانتخابات منصب رئيس الجمهوريه باعتبار انه حقوقه المدنيه والسياسيه مقيده قانونا بالقانون. ثم وضعيات اخرى بموجب احكام قضائيه، يعني يكون صدر عليه مثلا بمناسبة انتخابات أخرى ولا حاجة اصدر عليه حكم بيت يمنعه من الترشح لمدة معينة للانتخابات مع التنصيص في الحكم. بطبيعي يصير فيها تنصيص، فما أحكام هذه مثلا متعلقة بالجرائم الانتخابية، مثلا عنده شبهة تمويل في انتخابات سابقة محدة بالنص. يعني نجم تكون طبيعة الأحكام انها تقيد مثل الحقوق المدنيه والسياسيه للمترشح، يعني بمناسبه الانتخابات او حتى في المطلق، مثلا اللي يكون عنده حكم في التحجير. واضح. الشخص اللي عنده حكم في التحجير حتى يكون فاقد الاهليه نتاعه، والانسان الفاقد الاهليه لا يمكنه ان يلزم او يلتزم، وبالتالي تكون حقوقه المدنيه والسياسيه مقيده. يعني نحن كهيئه عليا مستقله للانتخابات كيف تقدم لنا المطالب باش نشوفوا الوضعيات اللي ممنوع بالنص، يعني تكون ما عندوش صفة ناخب وبالتالي ما عندوش صفة ترشح، أو تكون عنده أحكام قضائية تحد من حقوقه المدنية. سي أيمن بعد إذنك تبقى معنا باش نعود نرجع لك. نتوقف الآن مستمعينا الكرام ليرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. منتصف نهار 33 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نجدد تحية والترحيب بضيفنا عبر الهاتف، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سي أيمن بوغطس، ليحضر معنا في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن، حديث الساعة. شكرا مرة أخرى سي أيمن على كل ما تفضلت به من معطيات. بقى أنه نحكيه على موعد انطلاق الحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية محدد بنص القانون الانتخابي، تكون في حدود 21 يوم السابقة ليوم الاقتراع. لكن يعني عمليا موعد الاقتراع بيكون يوم 6 اكتوبر، يوم 5 اكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي، يعني باش تمتد الحمله الانتخابيه مبدئيا من 14 سبتمبر الى يوم 4 اكتوبر، 21 يوم محدد بالنص. 21 يوم تطيح، تعرفوا انه هذه المرة عنا ظروف خاصة، انطلاق سنة دراسية والجامعية، هذا يطلب تحضيرات خاصة سي أيمن؟ أكيد بالنسبة لنا كهيئة عنا الأعداد المادي واللوجستي قلناه، بطبيعة ناخذ بعين الاعتبار العودة المدرسية، عودة التونسيين إلى الخارج. أكيد ثم قرار هو إن شاء الله باش يصدر كذلك خاص بمراقبة الحملة الانتخابية، الفضائيات اللي باش تكون، طبيعة الأنشطة، تمويلها، ناخذ بطبيعة الاعتبارات هذه كل، لكن هي فترة يحددها النص 21 يوم، في انطلاقها ونهايتها تكون في اليوم اللي يسبق يوم الصمت الانتخابي. واضح. شكرا جزيلا، بارك الله فيك ويعطيك ألف صحة، ربي يوفقكم جميعا كل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كان معنا عضو الهيئة سي أيمن بوغطس، مشكور على كل ما تفضلت به. بعد قليل